للعناية بالنزلاء وكذلك اكتشاف العديد من المواهب والإبداعات. واليوم في هذه المسرحية تم اكتشاف العديد من المواهب لدى النزلاء وكذلك الإبداعات، وهذا يندرج ضمن المخطط التي تشتغل عليه مندوبية ديال سجون وإعادة التأهيل. وطبعا هذا المخطط له يعني واحد الفعالية بالنسبة للنزلاء ويؤتي ثماره، خصوصا وأننا نشهد العديد من الأشخاص الذين يبدعون ولهم مهارات ولهم كفاءات خصوصا في المجال ديال الإبداع وديال الثقافة. اليوم الوطني للنزيل هو لقاء سنوي تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وهو فرصة لإطلاع الرأي العام على المجهودات المبذولة من طرف المندوبية العامة وأيضا لإطلاعهم على إبداعات النزلاء في مجالات متعددة. وبالتالي هذا اللقاء وهذا الحفل الفني هو عبارة عن مجموعة من إبداعات النزلاء في مجال الفن الركحي في مجال المسرح، ويتضمن عمل مسرحي يتضمن مجموعة من الفقرات تجمع ما بين الرقص والحركة والتمثيل والتشخيص في قالب كوميدي هزلي. تنشكر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على هاد الفرصة التي عطاونا باش نشاركوا فيها، والحمد لله حنايا فرحانين حين شاركنا في هاد المسرحية، وأننا الحلم ديالنا أننا نوصلوا لمسرح محمد الخامس وأننا غادي نكملوا إن شاء الله في هاد الميدان، وحنا فرحانين بزاف حين شاركنا في هاد المسرحية. تدا عمل للدار المدة ديال واحد 3 شهور، وهو لا دوغي كامله فيها 8 شهور ما بين التفكير بطبيعه الحال من الدعم ديال المندوبيه ومع واحد 10 ديال الناس اللي محترفين، قدرنا نصوبوا ساعه ونص سون بيس كوميك اللي نقدر نقول عليها وفيها 28 نزيل ونزيله. هذه التجربه لاول مره كدير في المغرب، كاين المسرح في السجون ولكن ما كاينش مختلط وما كاينش بهذه الطريقه هذه اللي فيها 28 واحد في ليكيب ما بين الاحداث حتى ل 70 عام من كل المغرب. الحب للفن وهذوك الناس محتاجين الفن بزاف. علاش محتاجين الفن؟ لان كيكونسوميو غير لا تيليفزيون وليزاكتيفيتي اللي كدير المندوبيه بطبيعه الحال مزيانه، ولكن خاص تكون يكون ديما المسرح عندهم. بالمسرح نقدر نقول لك واحد النزيل خرج هذه جوج سيمانات ما مشاش لدارهم، بقى كيريبيتي معنا. هو خرج خصو يمشي لدارهم، بقى كيريبيتي معنا. كنظن بانه بدا واحد البدايه في الفن. يعني انا كنظن اعاده الادماج هو الفن، هذا هو الرساله ديالي من هذا الشيء كامل. حنا كنا فاقدين الامل في الحياه، جات هذه التجربه سبحان الله، هذه المسرحيه مبارك ام سعود، وانا ما كانش باقي لي بزاف، كانت عندنا مسابقه في الكوميك، كان باقي لي غير شي شهرين للحبس، ودخلت مع الاخوان ومع استاذي الحبيب هذا. وكملت عجبني الحال حيت حيات فيا الانسانيه، كنا متنا ما بقيناش بشر اختي. وصراحه انا ما كرهتش ان شاء الله نبقى في المسرح حياتي كلها، وفرحان باللي شاركت في هذا الشيء، واخا انا هذه كانت من سابع المستحيلات عندي المسرح ولا هذا الشيء، صعب ما على بالناش به، ولكن هذا الشيء زوين بزاف وعجبني، وكان ان شاء الله كنتمنى يبقى هذا الشيء كيتعاود كل عام ويتمكنوا السجناء حتى هما بحال اللي جاي نشوف عرض، لان انا كنعرف لا كاباسيتي ديال جواد وديال الاخوان اللي معاه غتكون مزيانه، ولكن ماشي بهذه القوه اللي شد، ماشي بهذه الدقه اللي شد، ماشي بهذا يعني الطموح اللي شد في الاخوان. فتبارك الله كانوا هائلين، واحد المستوى كبير. فتحيه لهم وتحيه للناس اللي عطروا هاد الدراري، دليل على ان الشباب المغربي عندهم بزاف ما يقول، عنده بزاف من المواهب باش يبرهن على القوه ديالو ويبرهن على ثقافته ويبرهن على طموحه يعطي المزيد لبلادنا والوطن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.